الآن أستقبل اتصال ومداخلة من الأخت أم كرار من النجف الأشرف. حياكم الله يا أم كرار. الله يسلمك، السلام عليكم سيد. عليكم السلام ورحمة الله عليكم وبركاته. السلام ورحمة الله. سيد أنا عندي مشكلة. نعم. إن ابني يعني عمره 16 سنة، هو طول حياته يصلي ويصوم وناجح بالمدرسة، بس هاي السنة يعني انقلبت وضعيته كلها، يعني قالوا الرياضة كان مراهق وجهاز، يعني ترك الصلاة، ما يسمع كلامي، لا أنا ولا أبوه، يعني نحكي وياه هاي ما يسمعني. فما أدري شلون أتعامل وياه، ما أعرف. يعني بس يعني دعاء ترشيد إلي، يعني بس أسلوب أتبعه وياه. واضح إن شاء الله أم كرار، شكرا لاتصالكم. أحسنت أم كرار على اتصالك، وهذا اتصالك يحتاج إلى أن أشرح أيضا، يعني مو بس أقول حرام وحلال. شوف يا أم كرار، أولادنا وقت اللي هم صغار وبعدهم ما بلغوا البلوغ البدني والنفسي، هم مطيعين، ماما شو يقول خلاص، بابا شو يقول خلاص. نعم. بس لما يبلغ، أرجوكم أنتوا سمعوا محاضرات فيما يرتبط، أكو محاضرات جيدة لبعض الأساتذة والعلماء في الخليج، بس بالعراق أكو لا ما أدري، بس بالخليج أكو، أنه كيف نتعامل مع ولدنا المراهق، كيف نتعامل مع بنتنا المراهقة. شوفوها أكو، وابحثوا في اليوتيوب على هذا العنوان، كيف نتعامل مع أولادنا المراهقين بالنظرة الدينية وبالنظرة العلمانية، لا نظرة الدينية. المراهق اللي هو 16 سنة 17 سنة هذا جدا جدا وضعه حساس. الآن هو يقول أنا موجود، أنا بعد مو ماما شو تقولين وبابا شو تقول، أنا شو أقول، عندي إحساس الشاب في هيك وقت أنا، فيدي ثبت وجوده. فليس من الصحيح لا أنت ولا والدة يقول له سوي ولا تسوي، غصبا عليك وأفرك خشمك، ما يصير هذا، منطق ما لازم احنا نتعامل معه رجاء. نعم. احنا لازم حبيبي عزيزي فلذة كبدي انت روحي، هذا كله مناغمة وعاطفيات، والعاطفيات يحتاجها، واعطاء شخصية، حبيبي انت الكبير، انت ما شاء الله رفعت راسنا، انت ابو البيت، بابا شو رايك نريد نشتري فلان شيء، تجعلوه كمستشار، تجعلوه كصديق، وتعطوه شخصية، أهم شيء تعطوه شخصية. نعم. سيدنا مو هو يغلط شوي، أنتو حسب تعبيرنا تحملوا كبرياءكم، يعني كبرياءكم لا يخليكم تتنفرزون، ما يخالف حبيب بابا أنت تصيح علي ما يخالف، بس بابا حبيبي أنت ولد كذا، دائما لازم هالشكل. هاي الفترة جدا حساسة، هاي النقطة الأولى. النقطة نعم. الثانية رفاقه رفاقه، أصدقائه أصدقائه. نعم. أصدقائه هواي لازم تديرون بالكم، أصدقاء جدا لابد تديرون بالكم. حاولوا بس لا تقول تجي أنه لا تمشي ويا فلان، إذا مشيت ويا فلان أكسر راسك، ما يصير تكلمين هيك وياه، هو يقول لك ما يخالف بس يمشي وياه، بس أنت كأب حاول أنه تجي إلى ابن مصطفى. ابن مصطفى ولد مؤدب حسيني مرتب، دفع أقول له رحت الصادق ويا ابني. حاولوا أن توجدوا أصدقاء بديلين إليه، يأخذوا إلى أجواء حلوة، يأخذوا إلى برامج جيدة، هذا هواي مهم. هاي الأمر الثاني. الأمر الثالث الموبايل. نعم. تحكموا به. شلون نتحكم به؟ ما شاء الله أكو برامج، شلون أنتو يعني الواي فاي الموجود في البيت شلون تقدرون أنتو تخلوه ضمن شنو المواقع الجيدة، تقدرون أنتو تحكمون فلان ساعة خلص ينطفي هذا، بابا خلص وقت النوم حبيبي. نعم. وهذا يمكن. فهذه الأمور الثلاثة لابد أن تلتفتين. أما بالدعاء، نعم الدعاء مفتاحه ومخ العبادة جيد، ولكن مو فقط بالدعاء، هاي الأمور مع شنو؟ مع الدعاء، قعدي توسلي بالله، توسلي بأهل البيت، أنه أريد ابني منكم. قلت مع الأمور الثلاثة اللي قلتها، مو أنه هو تخلوه هالشكل وتضربوه وصيحون عليه ويا ربي اهدي، الله يا الله يقولنا شلون اهدي وأنتو متعسفين وياه، وهو في وقت جدا حساس. واضح أختي؟
هذه قضية نفسية تربوية يحتاج لها إلى شوية صبر وخبرة. أحسنتم، بارك الله بكم سماح سيدي.